说说说说。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，说说说说，جئناكم ندعوكم نمرح نلهو فهيا تعالوا فالوقت يطيب ويحلو. نتفرج عمو يزيد. جيت اليوم لحصة عمو يزيد وحصة حافظ عمو يزيد لأن أنا نحب بزاف عمو يزيد. حب عمو يزيد بزاف. جيت نشوف عمو يزيد. إنه مليح والناس كل يحبوه. جيت نتفرج حفلة عمو يزيد. نتفرج عمو يزيد. نحبك. فقرات ونشاطات فبها سوف نذكركم ألغاز وحكايات وهدايا تفرحكم ولنا لكم مفاجآت. تعالوا نكشف سرها معكم ويزيد شو 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 شو. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. قلوبنا فرحانا. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لبيت دعوانا، وإحنا يا بلقاكم قلوبنا فرحانا. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. شكرا 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 شكرا. مدينة سطيف، الهضاب العليا، مدينة عين الفوارة، مدينة المدينة المضيافة، مدينة الكرم، مدينة سطيف تاريخ تاريخ وكفاح كذلك، كفاح كفاح. إذا نعتز أن نكون اليوم في مدينة سطيف في هذا الحفل الجميل، هذا الحفل الخيري. إذا هذا الحفل تحت إشراف السيد الوالي من تنظيم مديرية الشباب والرياضة برعاية مجمع الشروق، شركة رامي وشركة شيبس مهبول. رانا اليوم هنا في هذا الحفل الخيري، بعد لحظات راح نتعرفوا وش هي، علاش قلنا حفل خيري، راح نفهموكم بعد لحظات. يا اطفال، واش الدخول المدرسي كان مليح؟ تحبوا الدخول المدرسي؟ تحبوا العطله تاني؟ احبائي، واش رايكم قبل ما نبداو في تحبوا الاسئله يا اخي؟ جايتكم اسئله اسئله
خلاص نبدأ بسؤال، يلا نبدأ بسؤال. سؤال 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 سؤال. كنت غير كيما علمت عليه وجاس في الحصة. كاين يوم عالمي العالم كله يحتفل به، عرفتيه؟ يلا فاجأتيني، مازال ما قلتش السؤال. قولي لي بنتي. قول أمية. واو، تعالي 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 تعالي، هذه وفية للحصة، ما عندي ما نقول. أروحي بنتي. واو واو واو، فاجأتيني على بالك. واش راكي شاطرة بنتي، باينة تقرا مليح، باينة. شحال في عمرك بنتي؟ 11. 11 اليوم؟ سنة. سنة، أما لي 11 شهر. واش مسنة تقراي بنتي؟ طلعت بريمير. متوسط يعني؟ شحال جبتي المعدل؟ 8.30. باينة، تصفيق عليها تصفيق عليها تصفيق عليها. واسمك بنتي؟ سندس. سندس، الله يبارك الله يبارك. إذا سندس، بمجرد ما قلت يوم عالمي مهم علمتي عليه في الحصة، شفتيها اليوم ولا نهار ثلاثة؟ حصة اليوم، يوم صباح. واو واو واو، أنا عم بالي جلست نهار ثلاثة، هي كانت الإعادة اليوم. إيه هذيك اللي حيرتني سندس، حيرتني، أنا بقيت حاير. هو السؤال كان يقول وقتاش اليوم العالمي لمحو الأمية؟ إذا اليوم العالمي لمحو الأمية وقتاش؟ 8 سبتمبر. شاطرة سندس، ما عندي ما نقول. شكرا شكرا، تحية تحية سندس، تحية سندس. إذا اليوم العالمي لمحو الأمية هو يوم 8 سبتمبر. 8 سبتمبر، أعطيني الهدية تاعها، أعطيني الهدية تاعها. حنا الشاطرين اليوم أنا معولين كاع نعطوهم هدايا. أعطيني الهدية تاعها. شكرا شكرا شكرا. إذا سندس رامي راعي البرنامج يعطيك هذه الهدية، إن شاء الله تستفادي بها بنتي. وقعدي شاطرة هكذا إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا بنتي، تفضلي تفضلي تفضلي. مازال الأسئلة، كاين أسئلة كثيرة 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 اليوم. مادام جاوبتنا هذا السؤال بهذه السرعة الفائقة هذه، راهي أكثر من الطيارة يعني. فاجأتني، وأنا نحب الدراري هكذا كيكونوا شاطرين شاطرين، ربي يحفظهم إن شاء الله. معليش، مادام هضرنا على محو الأمية، نغنوا أغنية قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم فالعلم رهين بك قلمي. أحبائي بالعلم ترقى الأمم، العلم نور. واو أطفال صيف اليوم راكم شاطرين شاطرين جدا جدا جدا. إذا عمو يزيد يقول قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. غنوا كامل معايا قلمي، يلا. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم فالعلم رهين بك قلمي. به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري. به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري. قلبي قلب صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم فالعلم رهين بك قلبي. قلبي قلبي صغير فالقلم دوما يحفظه حتى لا يمحيه النسيان.
قلمه دوما يحفظه حتى لا يمحيه النسيان. قلمي قلم صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلمي. قلمي آية من القرآن وهو أول خلق الله سخره رب المنان له في الدين والدنيا مكان. قلمي آية من القرآن وهو أول خلق الله سخره رب المنان له في الدين والدنيا مكان. بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلمي. شكرا 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 شكرا. قلمي قلمي راح ندير حاجة ولكن لازم تتبعوني. تعال 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 تعالي تبعوني. لا بالعقل بالعقل تبعوا مو يزيد وش يقول لكم. هذه أروح حتى هذا. تعال معليش راح نطلعوا بالفوش بالفوش بالفوش. تعالي بنتي روحي من هيك خليه يجوز هذاك. تعال احبائي مقبله كنت نقول لكم اليوم حفل خيري. على بالكم باللي هاد السنه احنا في كل الاعوام اللي فاتوا نديروا سيديات كما اللي ديتوهم اليوم ولا راح تدوهم. كي تخرجوا شركه رامي راح تعطيكم سيدي لكل عائلة من فضلكم باش يكفونا لكل عائلة. إذن باش نرجع للموضوع تاع اليوم، احنا في كل سنة نديرو عمليات خيرية. احنا العمليات الخيرية اللي نديروهم هما عمليات تحسيسية، لأنه الإنسان بطبيعته ما نقدروش نقوله أنه الإنسان يطفل ويقول أنا نصدق. هي اليد العليا خير من اليد السفلى، ولكن الإنسان أنا أفضل كلمة هدية. لماذا؟ لأنه وخاصة لما نتكلم عن طفل، أنا ما نشوفش روحي أني نصدق على طفل أعوذ بالله، ولا أنا أهادي الطفل أهادي الطفل. علاش؟ لأنه الطفل هذا عنده حق علي. أنا جسوي أنا دولت، إذن الطفل هذا من مسؤوليتي أنا أني نربيه، من مسؤوليتي أني أنا نتكفل به. إذن ما نقدروش نقولوا أن درنا في الطفل صدقة، هذا غير صحيح، لأنه مسؤوليتنا أننا نعتني بهذا الطفل، مسؤوليتنا أننا نتكفل بهذا الطفل. إذن هي هدية وليست بصدقة. إذن هذا العام درنا مش عارف إلا شفتوا شيبس عمو يزيد وين راه يتباع في كل مكان. هذاك الشيبس جزء من الأرباح تاع المبيعات نتاعه أبينا إلا أنها تروح لتجهيز أطفال بمحفظات، هذا محفظات ومقلمات كذلك. وزعناهم يعني مش شرط أننا مديناهم الأطفال كما يقولوا محتاجين، ولا بالعكس مديناهم الأصدقاء، مديناهم لأصحابنا، مديناهم حتى لعائلتنا، مديناهم يعني هي هدية للأطفال. واليوم حبينا يكون جزء اللي هو 200 محفظة جبناها لمدينة سطيف. خممنا قلنا لي من مدوها جبناها لمدير الشباب والرياضة باش يوزعوها على الأطفال اللي يحتاجوها أكثر. هما بدورهم عطوها لمديرية النشاط الاجتماعي. إذن احنا قدامكم هنا رايحين نستدعي ممثل مديرية النشاط الاجتماعي. تفضل تفضل، عطونا تحية عليه.
مرحبا بك، مرحبا بك. إذن هذه المحفظات هم مهدات من مبيعات تاع شيبس عمو يزيد، وفي كل محفظة رامي راعي برنامج مع عمو يزيد يهدي كل طفل سيدي فيه أغاني للأطفال وفيه مفاجآت كذلك. احنا مدبينا أولادنا يسمعوا أغاني خاصة بالأطفال. إذن أعطيني المحفظات حتى يشوفوا الناس كيفاش دايرين هذه المحفظات. شكراً شكراً. حكم معايا كما راكم تشوفوا الرز شباب هذا يا أطفال، شباب هذا. إذن محفظة هكذا للأطفال كاين ألوان عديدة، هي كهدية من عند شركة شيبس مهبول، شركة رامي وعمو يزيد كذلك. رامي اللي يهدي القرص سيدي لكل طفل. إذا إن شاء الله يوصلوا للأطفال يستفادوا بهم، وماذا بينا في كل سنة إحنا ماذا بينا الطفل كي توصلوا محفظة كما هذه يعد يفرح أنه هي محفظة حاجة يحبها. إحنا ماذا بينا الطفل دائما دائما نكونوا جنبه باش نربوه بطريقة سليمة. إذا هادو محفظتين من 200، دوك 202 ما ينقصوش، هادو باش إن شاء الله يوصلوا للأطفال تاع المراكز المتخصصة. وشكرا، يعطيكم الصحة، شكرا. تحية 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 تحية. إذا إن شاء الله هذه كانت أول مبادرة على كل حال، والعام الجاي راح تكون مبادرة أكبر أكبر أكبر، وراح الأطفال راح إن شاء الله الأطفال يستفادوا منها أكثر. كاين أغنية تاع الدخول المدرسي، تعرفوها؟ صباح الخير يا مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. تغنوا كامل معايا بالتوفيق إن شاء الله. لا 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 لا. صباح الخير يا مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا. انتهت العطلة الصيفية، أيام الراحة كدوى النوم، عشنا أوقات هانية، عدنا لك لطلب العلم. انتهت العطلة الصيفية، أيام الراحة كدوى النوم، عشنا أوقات هانية، عدنا لك لطلب العلم. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا. اشتقت لك من الأعماق، ما فارقت مخيلتي، اشتقت لك اسمي ورفاقي، وكذا لقاء معلمتي. اشتقت لك من الأعماق، ما فارقت مخيلتي، اشتقت
لقسمي ورفاقي وكذا لقاء معلمتي. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، شغل لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا. فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولاد، فلنبدأ العمل جديد بالجد والاجتهاد. فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولاد، فلنبدأ العمل جديد بالجد والاجتهاد. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، شغل لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. شكرا شكرا شكرا. تعال 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 مدام، خليه يجي. تعال اروح، ما تروحش حتطلع عند عمو يزيد. تعال اروح، تعال. أحبائي، فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا أحباب، فلنبدأ العام الجديد بالجد والاجتهاد. وين راه صديقي؟ تعال تعال خلوه يطلع. تعال كي حبيتوا تطلعوا خلاص دوك نطلعكم. تعال وين راه؟ واسمك وليدي؟ منصف. وين تسكن منصف؟ في 14. في الميل. واش من الباتيمون؟ رقم العمارة. تعرفهاش؟ تعرف داركم؟ وكان تبحر وين تقول لهم منين تسكن وكان توتر؟ لازم تعرف العنوان، تقرا مليح؟ نعم. منصف قول لي. شكون اللي يعرف حاجة؟ ما هي؟ ما هي يا اخي؟ على بالكم باللي شكون اللي يعرف سطيف، مدينه سطيف الترتيب تاعها في الكثافه السكانيه في الجزائر؟ تعرفوا؟ تعرفوا ما تعرفوش؟ مرتبه 19. لا لا، هذاك رقم الولايه، ولكن الترتيب من حيث الكثافه يعني الولايات شحال الثانيه. برافو برافو. مدينه سطيف او ولايه سطيف هي ثاني ولاية من حيث الكثافة السكانية. على بال؟ لا لا، العاصمة. العاصمة من بعد سطيف. مازال السؤال ما جاش، أو جاي السؤال أصعب. عن بالكم الأسئلة كاع سهلة كما الأول؟ لا لا، كاين أسئلة أصعب. دير محاولة. سؤال، دير محاولة. ما هي المدينة الأقل كثافة سكانية في الجزائر؟ الولاية سامحوني، الولاية الأقل كثافة سكانية. دير محاولة منصف. خلاص ما سمعنا والو. يلا، الصحراء الغربية ماهيش ولاية جزائرية، هذيك دولة. دولة ولاية جزائرية. واش تعرف ولاية الجنوب؟ شكون تعرف؟ يجي لك الصحراء ولاية الجنوب الجزائري. تعرف شكون؟ إليزي. يعرف إليزي. برافو 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 برافو، يعرف إليزي. ولكن منصف ليست بإليزي. معليش، تفضل منصف، تفضل وليدي، ابقى معنا، ابقى معنا. يروح ولا يبقى معنا؟ يروح، ابقى على خير منصف. إذن ما هي الولاية الأقل كثافة سكانية في الجزائر؟ واسمك بنتي؟ واسمك؟ هاجر. هاجر، شحال في عمرك هاجر؟ 10 سنين. 10 سنين، شاطرة في الدراسة؟ نعم.
ما هي الولاية الأقل كثافة سكانية؟ تمنراست. لا لا مشي تمنراست، مشي تمنراست. شفنا الشباب هذا، واسمك؟ أنيس. واسمك؟ أنيس. أنيس، شحال في عمرك أنيس؟ 12. في عمري 12 سنة. 12 سنة، شاطر في الدراسة؟ إيه. ما هي الولاية الأقل كثافة؟ مستغانم. مستغانم، لا لا. لا لا. لا لا ماهيش مستغانم، هبطيها. كاين واحد السيدة قالت لي بنتها عندها الجواب. قلت لها بصح مدام اللي يكونوا هنا يعني هنا ما عندهمش حق في الجواب ديجا، لأنهم ديجا راهم هنا. هبطت هذه. ها هذه واحدة أخرى. داكور خلاص. معليش معليش نروحوا شوية بعيد. بعث لنا الميكرو للشابة هذيك. واسمك بنتي؟ ذكرى. ذكرى، شحال في عمرك ذكرى؟ 9 سنين. 9 سنين، ما هي الولاية الأقل كثافة سكانية؟ تندوف. تندوف، برافو برافو برافو. رجعوا لنا الميكرو. تعالي تعالي بنتي، روحي روحي روحي، على بالي بلي كاع عرفتوها. إذن أحبائي، الولاية الأقل كثافة سكانية في الجزائر هي مدينة تندوف، ولاية تندوف، ولاية تندوف. والأولى على بالكم، قلت لكم مقبلة، هي العاصمة، الجزائر العاصمة. تعالي بنتي روحي. وش مسنة تقراي؟ 5. شاطرة؟ الله يبارك. أعطيني الهدية تاعها، أعطيني الهدية تاعها. إذا تندوف هي الأقل كثافة سكانية. نزيد لكم سؤال آخر، تحبوا الأسئلة؟ إذا بنتي شيبس مهبول راعي عمو يزيد شو يعطيك هذه الهدية تستفادي بها إن شاء الله. شكرا. العفو العفو بنتي، العفو العفو. إذا أحبائي، تندوف هي المدينة الولاية الأقل كثافة سكانية. شكرا بنتي، شكرا. شكون اللي يقدر يقول لي، شكون اللي يقدر يقول لي انتيا عرفتوا السؤال؟ شكون اللي يقدر يقول لي؟ قلنا لا لا لا، نفهمكم حاجة أحبائي، اللي يكون على الركح اللي يكون هنا في لاسان. بنتي 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 سمعي لي مليح، اللي يكون هنا ما عندوش حق في الجواب، لأنه ديجا راهو هنا. يعني الناس اللي يكونوا لتحت وما عندهم حق في الجواب. أحبائي، عمو يزيد دار لكم أغنية نقول فيها: هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة مواسم موزعة. إذن الفصول الأربعة أحبائي، ربي سبحانه وتعالى وزع السنة فصولا، كل فصل وفيه الحكمة تاعه. هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة مواسم موزعة. أبيت الأسئلة أمور هذه. يلا 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 كامل كامل. هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة مواسم موزعة. هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة مواسم موزعة. يلا يلا كامل كامل معايا كامل. يلا 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 يا اخوان كامل 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 فوق تاني. يلا كامل. فصل الشتاء بارد فيه ثلوج ناصعة، رياحه قوية رعوده مروية. أما الربيع الأخضر فساتين ممتعة، يرقص نسيمه ورد الحقول الشاسعة. هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة مواسم موزعة. هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة مواسم موزعة.
لون الخريف شاحن أوراقه مقطعة تناثرت بهبات تحت الأشجار النابعة والصيف بالحرارة شمس السماء صابعة فصل نحب بحره له نعد الأمتعة هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة مواسم موسعة هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة مواسم موسعة الله هو الخالق والكون ليس مضيعا هل تفهم أحبتي كل الفصول نافعة الله هو الخالق والكون ليس مضيعا هل تفهم أحبتي كل الفصول نافعة هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة مواسم موسعة هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة مواسم موسعة شكرا. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم جيت الحصة عمو يزيد حصة عمو يزيد عجبتني بزاف إن شاء الله تتعود هذه المبادرة جينا الحصة عمو يزيد عجبتنا بزاف إن شاء الله نعمل جاي انتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد عمو يزيد شو اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية بعد التحميل فعل التطبيق واكتشف كل اللقاءات كل الحصص كل الحفلات وأكثر